أكلة أم النهاردة مع بداية أسبوع السعادة والهنا يا رب على كل السادة المشاهدين. معنا سجق. السجق متهم دايماً إن هو بيتعمل سندوتش أو يتعمل طاجن. أنا هعمله فطيرة النهاردة بالخضار، لها تفاصيل كتيرة. هيتعمل لها عجينة الفطاير، والسجق ده هيخش على النار، هياخد بعض التوابل وبعض الخلطة، حاجة لطيفة كده وحاجة جديدة. معانا الفاصوليا البيضاء، بروتين نباتي بتتصدر القائمة الأولى في الهرم الغذائي، زيها زي الفول زي الحمص، ولكن هي عزيزة شوية لأنها كمان مفيدة للكلى. حتى هي شكلها فلقتين كده لما بتتفتح تبقى شبه الكلى، سبحان الله. فأنا هعملها النهاردة نوع من أنواع المقبلات بالطحينة. الناس اللي عندها مشكلة مع الفاصوليا والبقوليات عشان الكولون، احنا هنعالج المشكلة دي النهاردة ونعملها نوع من أنواع المقبلات مع الطحينة زيها زي الحمص الشام. هنشوف نقدمها ازاي. معايا كمان مكرونة للأطفال الحلوين اللي بيحبوني وأنا بحبهم، هنعمل لهم مكرونة بالجبنة، حاجة كده ملزلزة تبقى الجبنة مع المكرونة. وأفضل أنواع المكرونة اللي تتعمل بالجبنة أو بصوصات الجبنة هي المكرونة البنة. ليه يا عم الشيف؟ عشان بتبقى مخرمة، بتشيل من الصوصات كده وبتبقى لطيفة وحلوة، والواحد ياكلها تبقى سلسة معاه. معانا النهاردة بمناسبة طبعا الإعلام، بمناسبة طبعا الاهتمام الكبير من الجهة الإعلامية لخبز البطاطا، بنشوف طبعا بعض القنوات بتقول ان احنا لازم ان احنا نستخدم دقيق البطاطا في المخبوزات بتاعتنا، وده ترشيد لاستهلاك الدقيق، وفي نفس الوقت كمان حاجه جديده. الهند سبقونا في استخدامهم لدقيق البطاطا في حاجات كتيره قوي، هو ده يعتبر دلوقتي محصولهم الاساسي. احنا معانا دقيق البطاطا النهارده هنعمله كب كيك للاطفال الحلوين، حاجه جديده وقيمته الغذائيه عاليه جدا. واحنا عارفين البطاطا الحمراء بتاعتنا بالذات من خير ارضنا تقدر تستخدمها في حاجات كتيره، حلويات او اطباق خضار زي ما احنا حابين. هنعملها كب كيك النهارده ونديها فليفر من الفانيليا، عصير برتقال زيها زي الدقيق. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، صدقوني بجد هتعجبكم لان انا شخصيا جربتها حلوه قوي. حلقتي فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، فيها كمان خبره طهويه بتكلفه قليله جدا. ولكن عايز اقول قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، انتظروا مننا كالعاده على شاشه القناه الاولى مفاجآت في 4 ايام العيد. اول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد معاكم الشيف المغازي مش سايبكم. حلويات الخروف واللحمه الضاني والكندوز والباري مش هنسيب حاجه اللي بنعملها من اول الفتت لحمه الراس لغايه لما نروح على الكبده والكلاوي نشوف ناكلها مع بعض ازاي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل مكرونه بالجبنة. ومعانا كمان الفاصوليا نوع من أنواع المقبلات. في الفاصل للأمانة أنا خلصت العجينة، مخرجنا قال معاك يا شيف تقريبا ما بين 12 و13 دقيقة، فلازم إن أنا أكسب وقت. بعد إذن الأستاذة رحاب نشوف مقادير المكرونة بالجبنة، المكرونة بصوص الجبنة. المكرونة حطيناها في المية المغلية بنسلقها، مية مغلية زيت ملح أهو، والمكرونة هنا بتتسلق تقريبا نص سوا. هنبدأ نشتغل مع بعض في صوص الجبنه بتاعنا اهو. طاسه على النار حلوه اهو، وعايز اعمل شويه صوص جبنه جامدين جدا. بنحط الدقيق بالشكل ده كده، والمقادير على الشاشه، زبده، جبنه، حليب، مكرونه اهو، نحط الزبده دي كده حلو، ونسيح الزبده مع الدقيق بالراحه كده لغايه لما الزبده تشرب الدقيق والدقيق يشرب الزبده وانا واقف كده. انا مش عايزه يتحمر، انا مش بعمل بشاميل، انا بس مجرد ما الزبده تدوب مع الدقيق كده اهو بالشكل ده كده حلو. خليه على النار الشديده دي كده، تظهر لحضراتكم اهو. ليه حطيت دي يا شيف مع الجبنه؟ علشان تديني القوام بتاعي لما تيجي تعملي صوص الجبنه، سواء موزاريلا، سواء جبنه شيدر، جبنه ريكفورد، جبنه كاشكاي، دي كلها انواع جبن بتستخدم في الاطباق بتاعه الاكل. دون الاعلان عنها يفضل انك انت ايه تحط شويه دقيق مع الحليب وايه علشان تديك القوام. شفت الجو اللي انا عملته ده زي الفل. هنجيب مضرب حلو كده، معانا الحليب، اللهم صل على النبي. صوص الجبنه ده دايما الاولاد بيحبوه، فانا قدامكم اهوت بنعمله مع بعض اهو، ونقلب، اللهم صل على النبي يلا يلا القوام طلع معايا زي الفل. هجيبها كده الناحيه دي معلش التقليبه دي مهمه لغايه لما اتاكد ان الدقيق داب كله مع الحليب
شفت القوام ده كده انا عايزه. ولازم البشاميل يتقل مع المضرب عشان يتفك من بعضه الدقيق. ويديني القوام ده كده. بص عليه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. شفت الحلاوه؟ ننزل بالجبنه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. هو ده زي الفل، ونسيبها على النار مع شويه حليب كده. ده صوص الجبنه بتاعنا بشياكه. بس خلاص. شفت ازاي صوص الجبنه يتعمل بسهوله خالص. انسى ان البشاميل يتقل منك او ان هو يكلكع منك، خلاص المرحله الصعبه عدت. وانت بتعملي البشاميل تاني، المعلومه اللي بقولها دي معلومه مهمه جدا اهو مع الشاشه، لازم تضربي الدقيق بالمضرب مع الدقيق والحليب لغايه لما يديك القوام اللي يلم كله مع بعضه في قلب المضرب، يمسك في المضرب، تعرفي ان الدقيق ساب من بعضه. ما انتظرتيش وما صبرتيش عليه هتلاقي البشاميل ده كلكع منك وشكله وحش جدا، مبرغل بيسموه، في قلب السفره بتاعتك او في قلب المكرونه او في قلب الصوصات. شايفه المكرونه؟ المكرونه هتنزل دلوقتي على الصوص ده كده، ونقدمها بقلب فانا وشيف. عايزاها سبايسي بتحط لها شويه شطه، عايزاها سبايسي سنه بتحط لها فلفل اسود عادي مجروش او فلفل ابيض، ما تحطيش ملح خالص. الجبنه طلعت ازاي؟ بص على الفرن بصه كده، بص على الحلاوه. اخبار الفرن ايه؟ العجينه بتاعتنا والكب كيك في الفرن تمام، ودرجه الحراره مظبوطه تمام زي الفل. يلا تمام، ننزل بالحليب كله. المكرونه دي هيحبوها الاولاد على فكره. ناخد المكرونه يا عم الشيف، تنزل مع الجبنه دي تكمل سواها. هو ده الكلام بقى، تقوم المكرونه تاخد من طعم الجبنه واحنا شغالين كده مع بعض. ما تسلقيش المكرونه سوا كامل، لا خليها تستل تكمل سواها في قلب الصلصه اللي انت عاملاها. ممكن الصلصه دي تكون صلصه صوص طماطم، ممكن يكون وايت صوص بالمشروم، وايت صوص بالبيستو صوص اللي هو الريحان مع اللوز، وايت صوص باللوز زي ما انت عايز. ناخد ده كده، اللهم صل على النبي. اخبار المكرونه ايه؟ بص عليها، هو ده القوام ده اللي انا عايزه. يلا بينا، يلا بينا يا شباب، صباح الفل. ناخد دي كده زي ما هي. شويه الميه دول عايزهم تنزل قلب المكرونه، اللهم صل على النبي. مكرونه بالجبن ونسيبها. معانا مكرونه جاهزه للتقديم. الله الله، مكرونه بالجبنه. الاخبار ايه؟ هو ده، بص عليها، بص عليها، بص على الحبيب وصلي. صلي على الحبيب. لسه عايزه مني حاجه بقى، ايه هي؟ وانا واقف في مكاني، مش هزود لا حليب ولا ازود اي حاجه، هي ميه المكرونه اللي بتغلي جنبي. نشفت مني، اعمل ايه؟ اعيط؟ احط ايدي على خدي وانا معيش في المغازي خالص؟ ميه المكرونه اللي بتغلي جنبي. اخدها زي ما هي كده. واقدمها في الطبق بألف انا وشيفها في المركب ده. حلو، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ جبنه فين؟ سايحه في قلبيها. الوايت صوص دي زبده حليب. عندك ريحان اخضر حط على الوش ريحان اخضر. عندك بقدونس مش حابه الريحان حط بقدونس زي ما انت حابه. اللهم صل على النبي. نعم، ممكن نحط لها جبن، نحط لها لحمه، عايزين دجاج ماشي، عايزين مشروم ماشي، بس هي دي بالجبنه بس كده، انا بحبها بالجبنه كده من غير اي حاجه خالص. طبعا شفنا مع بعض المكرونه بتاعتنا بالوايت صوص والجبنه، عملنا طبعا متبل الفاصوليا البيضاء شفناها عملناها مع بعض ازاي، كب كيك حلو جدا بالبطاطا الحلوه للاولاد الحلوين، الفطيره بتاعتي الجميله اللي بتتكلم مصري فيها حشوات كتيره يعني هرم غذائي، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.